حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ انا رجعت لكم من جديد. اليوم غادي ندير لكم كيكه عاديه وبسيطه بحال الكيكات اللي كديروا ديما، ولكن بحشوه رائعه يعني على طريقتي، وكتجي لذيذه بزاف. اول حاجه غادي نبدا بالكيكه ديالتي الاولى، وغادي نقولكم بعدا القوام المقادير. المقادير هي 4 البيضات، كاس ديال السنيده، كاس ديال الحليب، وهاد الكاس المعيار ديالو 200 مليلتر. وانتوما المعيار ديال الكاس ديالكم كتعيروا به كلشي المقادير. نصف كاس ديال الزيت يعني 150، يعني كاس الا ربع ديال الزيت، ودقيق عاوتاني على حسب الخليط ديالي، 2 كؤوس ونصف، ونقدر نزيد على حسب البيض والزيت، يعني على حسب الخليط. وفاني وجوج خمارات وبيكربونات اللي هي حنا عندنا الجو بارد كتطلع الكيكه، والملحه. غادي نمشيو الخلطه ديالتي السحريه، يعني الكريمه اللي غندير الحشوه، هي عباره عن كاكي او الهون ما عندنا هنا بالتركيه، موجوده دابا، وممكن ديروا الفاكهه اللي موجوده عندكم، خوخ يعني الى اخره، والجبن يعني ممكن ديروا جبن الدهن اللي موجود، مربع مثلث، وكريم شونتي. غنبدا على بركه الله اول حاجه بالخليط ديال الكيكه. غندير 4 البيضات، غادي نضيف كاس ديال السنيده، وفاني، وغادي نطربهم مع بعضياتهم باش يتخلط ليا الخليط والجانس. هادو اول حاجه كنخلطوهم، كتطلع لنا الكيكه رائعه الى تبعتوا الخطوات. ودابا غادي نزيد كاس ديال الحليب، وكاس الا ربع ديال الزيت، وغادي نخلطه كذلك. للتدكير كل ما خلطنا كتجي الكيكة ديالتنا زوينة وكتطلع. بسم الله. غادي ندير دابا الدقيق، كيف ما قلت لكم الدقيق على حسب الخليط ديالنا، ممكن يقدوني كاس ونصف ديال الدقيق، كاسين ونصف ديال الدقيق عفوا، وممكن نقدر نزيد تتوما على حسب، راه معروفه. غادي ندير دابا مع ديما مع الدقيق كنديرو الخميره، غندير 2 وبيكربونات حيت عندنا الجو بارد، وممكن حتى في المغرب راه كاين البرد كما كتشوفوا دابا، راه هاد الشهور ديال البرد. غندير غير شويه ديال البيكربونات، ما تكثروش، هاد البيكربونات حتى هما السر انهم كيطلعوا الكيكه في وقت ديال البرد. وغادي ندير قبسه ديال الملحه، يعني شويه، غندير غير شويه، نتوما عارفين الملحه كتعطي واحد النكهه. وصافي غادي نخلط سليد دابا، غادي نخلط كلشي نجمع، ومن بعد منا نخلط الخليط ديالي كله، غادي نوريكم يعني كيفاش غادي ندخلها ونديرها في المول ديالي وندخلها للفران. وهذا هو الخليط ديالي بعد ما خلطته، راه ما زدت لا دقيق لا حتى شي حاجه، يعني العبال اللي عطيتكم هو هذاك كيف ما كتشوفوا، خلطته حتى اصبح بحال هكا، شفتوا متجانس. ودابا غادي نديرو في المول، كيف ما كتعرفوا ان المول كديروا ليه الزبده والدقيق باش ما تلصقش لينا الكيكه ديالنا، تقدروا تدخلوا حتى الثلاجه باش يبرد. دابا غادي نكب الكيكه ديالتي، وكتعليو بحال هكا باش يخرج الهواء، ما عارفين هاد الطريقه. قولي لهم الطريقه ديال الفران، الطريقه ديال المثلة ديال الفران باش تصدق لينا الكيكه ديالنا، اننا ما نشعلوش، نخليوه بارد، يعني ما نشعلوه حتى ندخلوا ليه القالب ديالنا، ومن بعد عاد كنشعلوه على نار، يعني على الا كانت على الكهرباء 200 درجه الحراره، وكنخليوه نص ساعه، ما نفتحوش عليه حتى دوز ديك نص ساعه، من بعد عاد نشوف. هيا قالت لكم الام ديالي الطريقه والسر باش تطلع لينا الكيكه. دابا غادي ندخلها الفرن ديالي، وغادي نمشيو باش نصيب لكم الحشوه ديال الكيكه. ودابا غادي نبداو في الكريم ديالنا،
او الحشوه ديالتنا نبداو نصيبوها. اول حاجه كريم شانتيي، غادي نخلطو مع كاس ديال الحليب كيف ما قلت لكم معيار 200 مليلتر. بسم الله. وغادي نبدا في التطران. قبل ما نكمل التطراب ديالي كيكون على هذا القوام، يعني باقي ما كملش، كنزيد كيف ما قلت لكم الجبن، يعني الدهن او مثلث مربع على حسب الجبن اللي موجود عندكم في البيت. غادي ندير ملعقه كبيره من الجبن في الخليط ديالي، غادي نكمل التطراب. غادي نخلط الخليط كله باش يتجانس ليا الجبن مع الكريم شونتي. بعد ما كيجهز لينا الكريم ديالنا على هذا القوام، دابا غادي نديرو في الثلاجه باش يتماسك ويبرد، وبعد عاد باش كنزيدو عليه الفاكهه ديالنا، يا كاكي يا يعني خوخ او الفاكهه اللي موجوده عندكم، من بعد نطلق. ودابا غادي نقطع، يعني غادي نطحن الكاكي باش نخلطها مع كريم شونتيي كيف ما قلت لكم قبل. غادي نقطعها بهذه الطريقه وغادي نديرها الطحن. احنا عندنا هنا في تركيا كما كتشوفوا انها طيبه بزاف، شفتوها شكي دايره ماشي بحال ديال المغرب. ممكن تحيدوا ليها الجلده وممكن تخليوها، ماشي مشكل، حيت كطحن فيها الفوائد وما فيها حتى شي حاجه، يعني ما كتمرر ما حتى شي حاجه. غادي نديها الطحن دابا في المطحنه ديالتي كما كتشوفوا هنا، وغادي نرجع لكم بعد ما غادي نبغي نخلطها مع كريم شونتي. بعد ما طحنا الكاكي ولات بحال هكا بهذا القوام كيف ما كتشوفوا، وجبدنا كريم شونتي من الثلاجه كيف ما كتشوفوا بارد وتماسك مزيان، غادي نخلطوا الفاكهه ديالتنا مع الكريم. تتخلط كتكبوا الخليط اول حاجه كتكبوا بهذا الشكل، وما كتخلطوش بحال هكا، كتحركوا من تحت لفوق ونفس الاتجاه باش ما يدخلش الهواء يتكسر لنا الكريم ديالنا، بحال هكا من التحت نفس الطريقه من التحت لفوق حتى يدخل لينا الفاكهه ونفس الاتجاه بحال هكا. غادي نبقى نخلط يعني يدخل الفاكهه مع الكريم ولينا خليط متجانس، وغادي نمشيو باش نوريكم الكيكه كيفاش جهزات لينا وخرجت من الفران وكيفاش غادي نقسمها وندير لها الكريم. وها هي الكيكه ديالتنا بعد ما جهزات، خليتها في الفران نصف ساعه من بعد شعلت الفوق، خليتها ربع ساعه بعد ما تحمرات ليا جات على هذا الشكل. دابا غادي نقسمها من النصف. اول حاجه كتبداي بالسكين، يعني كدير الحواف بالسكين باش يعني يتسرع التقطيعه ديالتها. من بعد احسن تقطيعه يعني الكيك ديالنا هي بالخيط، ضروري خيط. هانتوما كديروا بحال هكا في البلاصه فين يعني البلاصه فين درت السكين، كتدخلي الخيط كيمشي يعني بسهوله كيقطع الكيك ديالنا، كتقطع بهذا الشكل. دابا مابقى لي غير نحيد هذا الجزء نديرو في هذا الطبسيل باش ندير الكريمه ديالي. بسم الله بسم الله، بقى سخونه شفتوا كيف ما بحال هكا كنصيبها بهذا الشكل، شفتوا كيفاش تقطعات يعني الى نصفين. دابا غادي نعمرها بالكريم اللي جهزته معاكم. بعد ما كملت من الكريم ديالي كيف ما كتشوفوا درقت كاع الجوانب كاع الكيك، غادي نحط فوقها جزء ديالها وكملتها. دابا غادي نمشي باش غادي نجهز ليها القطر باش نزوقها حتى من الفوق، وبقاو معايا. ودابا غادي نبدا في التزيين ديال الكيك ديالي، التزيين الاخير كيف ما قلت لكم بالقطر كنصيبو بوحدي، ممكن ديروا العسل اللي عندكم في الدار، وكذلك ندير جوز وممكن ديروا لوز ديروا اي كاوكاو، يعني التزيين كيبقى على حسب الذوق والموجود عندك.
غادي ندير القطر دابا، ندوزو على الكيك كلها بهذا الشكل. ودابا كيف ما كتشوفوا الجوز ديالي هرمشتو في هاد في هنا في المهراز الخشبي. غادي نديرو، علاش كنهرمشو؟ باش يبقى يبان ويجي في الزواق زوين، يعني احسن من انني نطحنه في الطحانه. وهذه هي الكيكه ديالتي، هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي رائعه والمذاق ديالها بنين. غير جربوها وما غاديش يعني ما غاديش تندموا ابدا. كما كتعرفوا ان الكيكه كتكون ناشفه وبزاف ديال الولاد ما كياكلوهاش، هذه كنزيدوها اضافه، يعني كتعطي واحد النكهه واحد الطعم لذيذ، وحتى انها كتجي هشه بزاف. هانتوما كيف ما كتشوفوا، وهذا كذلك كتجي ديك الكريمه كتبان. المهم جربوها وما تبخلوش عليا بالتعليقات، قولوا لي واش يعني صدقات ليكم ولا لا. وكذلك اللي باقا ما اشتركتش في القناه تشترك وتضغط على الجرس باش يوصلها كل جديد، ودعموني بلايك باش نبقى ديما مشجعه ونبقى ندير لكم يعني كل مره فيديوهات، كل مره حلويات. وما بقى لي غير نودعكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وبالصحه والراحه.